قبل بقى ما نروح لريتمو باند، خليني اقول لكم على حاجه غريبه جدا واسالكم سؤال مباشر. هي الناس اتجننت؟ لا بجد، هي الناس اتجننت، مخها طار منها. ومش معنى الجنون ان الجنون اللي هو انا مجنون يعني بتعالج بادويه، لا انا ممكن اكون عادي مجنونه وما يعني عادي، وبتعامل مع الناس ولطيفه مع الناس وموجوده مع الناس وكل حاجه، الحياه كلها لطيفه وعاديه، ولكن انا حاسه ان انا بقيت خلل شويه. يعني انا والعياذ بالله من قولة انا مجنونه، انا بقيت احس ان انا اتجننت فعلا. يعني في ربع عندي ضرب، اذا كان ربع بس، اذا كان مش كل. يعني افكار غريبه، عصبيه، بقول حاجات غريبه، اعمل حاجه وارجع انساها، ابقى مثلا ماسكه الموبايل في ايدي وادور عليه مثلا لمده 5 6 دقائق، وممكن ابقى فاتحه النور بتاع الموبايل عشان ادور على الموبايل. فانتوا متخيلين احنا وصلنا لانهي مرحله، غير الزهايمر المبكر طبعا، دي قصه تانية، ولكن هي الناس فعلا اتجننت. تعالوا النهارده نتكلم مع الناس ونشوف مثلا انتوا ارائكم ايه يا جماعه في كذا. فانتوا عارفين ان 1 + 1 = 2، لا ده طلع ان 1 + 1 = 2.5 على فكره، وتبقى راضي ومرضي وفرحان ومبسوط وما تفتحش بقك بكلمه، ولو فتحت بقك بكلمه لا يجي لك مليون دراسه ومليون كلمه، لا هو ده اللي حصل وهو ده الصح. فتبدا تقتنع ان كل اللي احنا اتعلمناه زمان ان 1 + 1 = 2، لا ده الموضوع طلع مختلف. فتبدا تهاود اللي قدامك، اللي هو زي ما بيتقال ايه، تاخده على قد عقله. ليه؟ لان انت لو اتناقشت معاه كتير انت نفسك حتى الربع اللي فاضل لك في دماغك هيروح. اذا هو سؤال بسيط سهل جدا، اللي هو زي ما بيتقال لك السهل الممتنع، الناس اتجننت ولا الناس لسه بعقلها؟ ده سؤال انا محتاجه لاجابه فيه. دكتور احمد عكاشه استاذ الطب النفسي العالمي العظيم اللي كلنا بنسمع له، قال لك حاجه لطيفه جدا، قال لك كلنا مجانين 2 ساعة في اليوم، كلنا مجانين 2 ساعة في اليوم. يعني انا مع احترامي الكامل طبعا لكلام دكتور احمد عكاشه، ولكن خلينا اقول لكم على حاجه، احنا كستات، وخلينا اتكلم بصراحه وانا معاكم على فكره، او انا اولكم، اعتقد ان الستات اليوم في 24 ساعة، اعتقد ان الستات بتتجنن 22 ساعة وبتعقل 2 ساعة. ليه؟ هنقول بقى المسؤوليات والراجل والعيال والفلوس والطلبات واللي بلا 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 كتير. لا، هي الست بطبيعتها هايبر قوي، بتتعصب وبتزعل، زي مش احنا بنقول الست نكدية؟ ما هي نكدية ليه؟ عشان هي عواطفها سريعة، يعني هي متسرعه في قراراتها، بتزعل بسرعه، تعيط بسرعه، تفرح بسرعه. يعني ده نوعيه الستات غير الرجاله. الرجاله دايما يقول لك لما يجي ياخد قرار او مثلا لما يزعل من حاجه صعبه قوي ان انت تصالحيه، ما بيجيش بكلمه انا اسفه يا حبيبي والكلام ده، انما الست خش عليها بورده خلاص شكرا الموضوع انتهى. فالست يا جماعه واضح ان هي من خلال اللي انا شفته، يعني خليني اقول لكم على حاجه كده بسيطه. في العيد بقى انا الصراحه ما سافرتش، انا قعدت وخرجت مع اصحابي هنا، فكنت دايما اكلم بقى اصحابي بقى نتجمع بقى وبتاع، اللي اعرفهم يعني اللي يعرفوا بعض واللي ما يعرفوش بعض، قلت نعمل جروب ونخرج وكده. كل ما اكلم واحده في التليفون ضربه بوز، مالك يا حبيبتي؟ اصل انا متخانقه مع جوزي. طيب اقفل اكلم الثانيه، الو يلا بينا نخرج، خارجين في كافيه كذا مش عارف ايه، متخانقه مع جوزي وضربه البوز. اكلم جوزها ان انا احاول اصلح ما بينهم، يقول لي انا مش طايقها ومش عايزه اخرج معاها، وده أسوأ عيد عدى عليا. احنا عدى علينا كل الاعياد اللي في الدنيا، ولكن العيد ده أسوأ عيد، لان هي نكديه وضربالي البوز ومجنونه. يعني كلمه مجنونه دي عشان كده دايما بسالكم الناس اتجننت ولا ايه، ومجنونه ويعني بتقول اي كلام وبتتخانق معايا على اي حاجه، عايزه تعمل مشكله على اي شيء. فواضح ان دي بقت ظاهره، يعني دي بقت ظاهره فعلا، ان الناس كلها اتجننت، الناس كلها قاعده بتتخانق. ولكن يمكن الستات الموضوع عندها بقى اعلى شويه، بقى الموضوع اكبر شويه. طيب خليني اقول لكم برضو على كام واحده من صحباتي، ما هم كتير بقى، في 2 3 متخانقين وقافشين، 3 4 5 6 10 فركشوا عايزين يتطلقوا، انا طلبت الطلاق في العيد. طب يا حبيبتي ده عيد والراجل قاعد مظبط لك سفريه حلوه وهيسفرك وبتاع وهتبسطوا وهتغيروا جو، لا 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 انا عايزه اتطلق، انا حياتي احلى من غير راجل، انا حياتي احلى من غير جواز، هو قضى على مستقبلي، قضى على انوثتي، قضى على مش عارف ايه، هو والعيال عملوا سووا بتاع. طب ما هو عيالك وبيت، ما تقوليليش عيالك وبيتك، انا كنت غلطانه اصلا لما انا خدت خطوه الجواز. تحسوا يا عيني الناس كلها تقلب عليها المواجع في العيد ده،
ما تفهموش ليه، يمكن عشان مثلا 10 ايام، عشان كده دايما نقعد نقول الاجازات الكتير خطر، خطر في حاجتين، بنصرف فلوس كتير وفي نفس الوقت انه اي 2 متجوزين بيواجهوا بعض كتير بقى، يقعدوا في وش بعض، مع انها طول الوقت تقول له اقعد معايا يا حبيبي، اقعدي جنبي يا حبيبتي بتاع، بس اول ما بيقعدوا مع بعض بيبداوا بقى ايه، يشوفوا هنتطلق بانهي طريقه، هنتطلق قدام العيال ولا هنتطلق لوحدنا، ولا احنا مين هيبقى معانا، طب مين اللي مش عارف ايه، قصة كبيرة طويلة عريضة. الناس خلاص ما بقاش عندها خلق وما بقاش عندها طاقة حتى تتحمل بعض. انا كده بكلمكم في المتجوزين، يعني انا بكلمكم في الست والراجل، فما بالكم في الناس العادية، المدير مع موظفينه، برضو المدير اكيد برضو عنده نسبة من الجنون، هو دايما كان يقول لك الجنون فنون، بس هو مش قوي كده يعني، اعتقد ان لو هو ده الفن يبقى لا مش عايزين فن، لو الجنان وصل للمرحلة دي لا خلاص. وبعدين الفكره بقى الافيه بقى اللي موجود دلوقتي، ان الناس كلها بقت معترفه ان هم مجانين، يعني اه انا مجنون، يعني اموريني عايزه مني حاجه انا مجنون وفرحان ومبسوط وراضي ودماغي عجباني، حتى لو انت حضرتك ما بتتكلمش بالمنطق هو كده، اذا كان عاجبك مش عاجبك ما تعرفينيش تاني. فتخيلوا بقى ما بين الناس اللي عايشين مع بعض الموضوع يبقى ازاي، الجيل الجديد هيطلع عامل ازاي، ما هو ما فيش فعلا، هل فعلا يا جماعه الناس اتجننت، هل فعلا احنا اتجننا، هل الجنون دخل في دماغنا بشكل كبير جدا، هل احنا مثلا كتر الضغوط كتر المسؤوليات الفلوس الكتير الحاجات دي كلها خلتنا مجانين، خلتنا مثلا عايزين نهرب من الواقع اللي احنا عايشينه، محدش عارف. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.